هلا ما بعد الكورونا ما بنفع نعمل مواعيد مع الأطباء والأطباء يشوفوا المرضى ويكون في 20-30 مريض عم بيستنوا الدكتور، لأنه هذا رح يكون مأساة ورح يكون انتشار لكل الأمراض. فأنا اللي بقترحه أنه نعمل مواعيد، والمواعيد هاي تكون إلكترونية، والمواعيد هذه الطبيب يشوف شو حالة المريض قبل ما يشوفه. يعني أنا بقدر أقيم الحالة أونلاين، بشوف إذا المريض بحاجة أنه أنا أفحصه ولا لا، إذا بحاجة أنه أفحصه بطلب منه يجي، إذا مش بحاجة أنه أفحصه بعالجه أونلاين وبطلب له الفحوصات اللازمة وبكمل. هلأ في حوالي 50% من المرضى تنطبق عليهم هاي الأمور، في لوجستيات كتيرة زي كيف بده يدفع، كيف بدنا نوقع له الأوراق، شركات التأمين، إجراءات التأمين، بدها شغل. إن شاء الله مع وزارة الصحة، مع نقابة الأطباء، مع وزارة الاتصالات، إن شاء الله هاي الأمور بتنحل، وأنا مستعد أشتغل مع أي حدا بحب إنه نشتغل عليها ونلاقي لها حل. كلنا لازم نشتغل عشان صحتكو وصحة الجميع، ونحمي الجميع إن شاء الله، والله يحميكو.